مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية الكتابة والقراءة داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي من داخل تطبيق نود. فالدرس السابق يتطرق إلى أساسيات قاعدة بيانات مونجو دي بي، مثلا كالتنصيب والعمليات الأساسية كخلق كوليكشن والكتابة والقراءة من داخل الكوليكشن. لكي تستطيعوا التعامل مع قاعدة بيانات مونجو دي بي، وجب تنصيب الموديول الخاص بمونجو دي بي. داخل المجلد تقومون ب npm install مونجو دي بي، وكذلك تقومون ب npm install ريستيفي. وريستيفي فهو فريمورك لبرمجة خدمات الويب يسهل عملية التعرف على اليوغل كما ستلاحظون هنا في حرف R. نبدأ مع فريمورك ريستيفي ومن ثم نمر إلى نود جاز. هذا هو الريستيفي، يقولون أن ريستيفي فهو منصة صغيرة شبيهة بإكسبرس لبناء الأبي باستخدام معمارية الريست. استطيع مثلا أخذ هذه القطعة الصغيرة والقيام بكوبي كولي داخل الكود الخاص بتطبيق مونجو دي بي. مثلا نسميه مونجو دي بي توتوريال، والنسخة الأولى نقوم بسيرفر يوز لكي نضيف خدمة التعرف على المعطيات المرسلة وكذلك التعرف على الكويري سترينج. فسيرفر فهي شبيهة ب HTTP create server، إلا أن منصة ريستيفي تضيف العديد من الأشياء لتبسيط التعامل مع تطبيقات الـ HTTP. فإذا كنتم تذكرون ففي التطبيقات الأولى نقوم بسويتش على request method، ومن ثم نقوم ب مثلا case get إلى آخره. فمنصة ريستيفي الشبيهة أيضا بمنصة إكسبرس تقومون فقط بسيرفر والفيرب، والفيرب هو الفعل الخاص بالـ HTTP. مثلا get home function request response و next. مثلا نطبع response send welcome home، ومن ثم next. تستطيع ايضا القيام بسيرفر get home و slash et، فهو ايضا يبسط التعامل مع البارامترات التي يمررها الutilizator في اليوغل request response و next. مثلا نستطيع القيام بفار ايتي request params ايتي and ايتي. فالوبجي سيرفر فهو شبيه بمثلا var app http create server function request response، فهو شبيه بهذا الكود، أي أن كل الميثود المعرفة على request والresponse داخل موديول HTTP فهي معرفة على الأوبجي سيرفر. فقط منصة ريستيفي فهي router يسهل التعامل مع اليغال والبارس للبارامترات وكذلك البودي المرسل. تقومون بسيرفر listen والبور مثلاً
console.log 88 ونقوم بتجربة هذا الشيء. نود الدرس 17 مثلا كيرل is xget 88 يقول لي ان سلاش لا يوجد، وهذا شيء طبيعي. مثلا سلاش هوم يكتب ويلكم تو هوم. اذا قمنا بسلاش هوم سلاش مثلا 1001 سيرجع لنا 1001. اظن ان الريستيفي يعمل. اما هذا الكود قد كان فقط لتجربة منصة ريستيفي. ما يهمنا نحن فهو برمجة تطبيق خاص بقاعدة بيانات المونجو دي بي، اي اننا نريد القراءة والكتابة داخل قاعدة بيانات المونجو دي بي. للقيام بهذا الامر وجب تحميل مكتبة المونجو دي بي عن طريق var مونجو دي بي require مونجو دي بي. نريد فقط استخدام المونجو كلاينت، حيث ان مكتبة مونجو دي بي تحتوي على العديد من الاشياء ولا نحتاج كل هذه الاشياء. مثلا نود مونجو دي بي require مونجو دي بي مونجو دي بي وتابولاسيون، فهي تحتوي على التايبس الخاصة بالمونجو دي بي، وكذلك الموديولات للتعامل مع السيرفر كالادمين والكلاينت. ما يهمنا نحن كما قلنا فهو المونجو كلاينت. مونجو كلاينت. قبل القيام بأي شيء وجب عملية الكونكت مع قاعدة البيانات. نقوم ب define للURL خاص بقاعدة بيانات مونجو دي بي، وهي تشتغل على الأدرس اي بي المحلية. تستطيعون تفقد هذه المعلومات في الدوكيومنتاسيون الخاصة بمونجو دي بي، او فقط تفقد البور المفتوح باغ ديفو لقاعدة بيانات المونجو دي بي وقاعدة البيانات المستعملة في هذا التوتوريال، فهي توتوريال تيست دي بي وتحتوي على توتوريال هكذا. اولا وجب القيام بعملية الكونكت مع مونجو دي بي. نقوم بمونجو دي بي كونكت و URL function error دي بي. هنا في حالة الاخطاء نطبع الاخطاء، في حالة عدم الاخطاء فلقد قمنا بفتح قناة مع مونجو دي بي. من وراء هذا الشيء وجب اختيار الكوليكشن وهي تيتوريال var. نقوم بالdb collection tutorial. في هذه المرحلة نستطيع القراءة والكتابة داخل الكوليكشن tutorial. الآن وجب نقل منطق خادم الويب إلى داخل الالس خاصة بالمونجو دي بي، اي اننا بعد الكونكت نقوم بخلق ذلك السيرفر والقيام بالكتابة والقراءة داخل مونجو دي بي. مثلا نريد استخلاص كل المعلومات من الكوليكشن توتوريال واظهارها.
في الريدمي الخاص بمونجو دي بي كما تلاحظون يقومون بالكونكت وتفقد ليغور وكوليكشن فينت تو اري. فهذه الميثود تقوم باستخلاص كل المعلومات من قاعدة البيانات. هكذا لا نريد الغلق، هنا نقوم دائما بتفقد الأخطاء. status error و message error ونقوم ب resend. لا نقوم ب response end و json restify، فقط response send، حيث يتكلف restify بتحويل الأوبجي إلى شين دو كاركتر. هنا في حالة عدم تواجد الأخطاء نقوم بإرسال النتيجة وهي result resend message. هنا next وهنا أيضا نقوم بالnext. هناك خطأ بسيط، function في اسم function هنا فهو ليس صحيح، فحرف السي ليس في المكان الصحيح. هكذا سيكون أفضل، يقول لي أن collection is not defined. هنا لقد قمت بعملية كوبي كولي بطريقة ليست جيدة، أي أني لم أقم بتغيير الكوليكشن، فالكوليكشن هنا فهي توتوريال. يقول لي أن الريس فهو غير معرف، هذا أمر منطقي. قيام بسيرفر get مثلا tutorial function request response و next ووضع هذه الأشياء داخل منطق خارجي. قد كان هذا هو خطأ. هكذا الآن أنا متأكد أن الأمور ستشتغل، كما تلاحظون فهي تشتغل. الآن عند الدخول إلى سلاش تيتوريال سيستخلص كل المعلومات من قاعدة البيانات. هكذا أظن أن الأمر يشتغل بنجاح. لكي نستطيع رؤية المعلومات بطريقة أفضل وجب استخدام ريستيفي توتوريال. هكذا كما تلاحظون فلابي يشتغل، أننا نحصل على الإيد والمعلومات من قاعدة بيانات مونجو دي بي وهي سريعة جدا، 32 ملي سكوند لاستخلاص 100 من جيسون. هكذا أظن أنني وجب علي حذف تلك المعلومات لكي نقوم بوضع معلومات صحيحة خاصة بهذا التوتوريال. use tutorial test db show collections db
نستطيع حذفها بطريقة أسهل من دون القيام بكل تلك المشاكل، لأننا نستطيع حذف محتوى الكوليكشن من دون حذف الكوليكشن عن طريق فور فار اي أصغر من 100 بلس و دي بي توتوريال ريموف اندكس اي هكذا. نتفقد إذا قام بحذف تلك الأشياء. نعم، الآن أصبحت لا باز دو دوني فارغة. توتوريال صفر. هذا الأبي يبقى صالحا في جميع الأحوال، لأنه فقط يقوم باستخلاص المعلومات. الآن نقوم ببرمجة API آخر يقوم بسجيل المعلومات عن طريق البوست server.post tutorial function request response و next. فقط لتفقد شكل المعلومات نقوم ب console.log request body، حيث أن بودي يحتوي على المعلومات المرسلة. كما تلاحظون فهو فارغ. كما كنت أقول، فإن البودي يحتوي على المعلومات المرسلة من طرف الكلاينت x post http localhost 88 وات مثلا name tutorial test و duration مثلا 32 دقيقة و description hello description. لقد قمت بالبوست نحو هي غير موجود، وهذا شيء طبيعي فلن يشتغل. تيتوريال تيتو ريال هكذا سيكون أفضل. يقول لي البوست ليس معترفا به. لماذا؟ لأننا لم نعيد تشغيل الخادم. بكل بساطة، كما تلاحظون الآن، فإن الخادم استقبل معلومات البوست على شكل URL، انكودي على شكل URL. هنا وجب علينا تحليل هاته المعطيات، ومن ثم القيام بعملية insert داخل MongoDB. مثلا var name data name duration description هكذا. في هذه المرحلة فإننا نستخلص المعلومات من data. هنا وجب القيام بجيسون بارس request body. ووضعها داخل جيسون، فكان هذا أفضل، لأن المونجو دي بي تسجل جيسون لكي لا نكتر الفاريابل، فكل فاريابل فهو أوبجي سيستهلك قطعة صغيرة من الذاكرة. نستطيع مثلا طبعه قبل الكتابة، ومن ثم قيام ب db insert message function error resulta
نتركه هكذا. في حالة الأخطاء وفي حالة عدم الأخطاء، في حالة الأخطاء نطبع إيغور، والميساج نطبع الخطأ هكذا. في حالة عدم تواجد الأخطاء، أي أننا قمنا بتسجيل المعطيات داخل مونجو دي بي بنجاح. أوكي، و ميساج ريزو و ريسنت ميساج. نقوم بإعادة تشغيل الخادم، يقول لي نفس الخطأ، فعندي مشكل في حرف سي، لا يتم كتابته بالطريقة الصحيحة هكذا. نقوم بإعادة إرسال تلك المعلومات. إذا اشتغلت الأمور بنجاح، سنحصل على أوكي ومعلومات تدل على الانسرت. يقول لي internal error message unaccepted token A. هذا مشكل غريب نوعا ما. جيسون، نو نو، الخطأ فهو هنا. عندنا الريكوست بودي، فهي URL encoded، لذا وجب تحميل كويري سترينج. كويري سترينج، وستمر الأمور كل نجاح. هنا فهي ليست جيسون. في حالة ما، إذا أرسلنا جيسون هنا، وجب القيام بجيسون بارس، لأن الخادم لا يكترث لنوع المعلومات المرسلة. في الحقيقة هنا نقوم بQS.parse. على الأقل في هذه المرحلة فقد استقبل المعلومات. و duration، ف duration فهي غير صحيحة. duration هكذا. وجب فقط استبدال تبيبي توتوريال، فهي تدل على توتوريال وليس على الكوليكشن. كما تلاحظون في الأمر اشتغل، قد قمنا بكتابة داخل مونجو دي بي بنجاح. الآن باستخدام الجيت نستطيع استخلاص تلك المعلومات. هكذا كما تلاحظون، فالبوست يشتغل. مثلا تغيير الأشياء قليلا، وإعادة التجربة. ففي هذه المرحلة البوست والجيت يشتغلان داخل من داخل المونجو دي بي. ما نستطيع القيام به هو قياس سرعة هذا السيرفر عن طريق تعليمات اباتش ورك بنش ابي سي.
1300 ريكوست في ثانية، وهي لا بأس بها. إذا قمنا باستخدام موديل كلاستر سنحصل على سرعة أعلى. تستطيعون مثلا إضافة البوت و ديليت. فالبوت فهو خاص بالأبديت، مثلا سيرفر بوت توتوريال هكذا، و ديليت لحذف توتوريال. استسمح اذا كان هذا الدرس صعبا بعض الشيء، لان برمجة لابي باستخدام قواعد بيانات من هذا النوع فهي ليست سهلة عموما، لانك تقوم بكل الاشياء بطريقة يدوية، ولا يوجد ميكانيزم يبسط الاشياء. مثلا هنا في الديليت تستطيعون القيام ب بارس لي دي، ومن ثم نفيد تعليمات توتوريال ريموف، وهي شبيهة بالانسرت. ما نستطيع القيام به مثلا، فالكلاينت غير محتاج الى معرفة الاي دي، نستطيع حذف الاي دي من ذلك الاوبجكت واضافته الى لائحة جديدة، ومن ثم إخراج النتيجة. وكان هذا الدرس فقط لمعرفة أساسيات التعامل مع المونجو دي بي، وشكرا وإلى اللقاء في درس جديد.